مساء الفل او صباح الفل عليكم. انا محمود زاهر، بدرس كمبيوتر انجينيرنج في جامعه المنصوره، وفي الفيديو ده هنتكلم على الموديلنج في الماشين ليرنينج. مبدئيا الفيديو ده هيكون متقسم على جزئين. اول جزء هنتكلم فيه شويه نظري، مهمين معانا للجزء الثاني. في الجزء النظري ده هنتكلم على شويه مواضيع، منها الداتا بري بروسيسنج، وهنعرف قد ايه السيب دي مهمه قبل ما نبدا شغل الموديلنج بتاعنا. هنتكلم كمان على الموديل سيلكشن، وهنعرف ازاي بنختار الموديل الانسب لليوز كيس بتاعتنا. هنتكلم بالتفصيل شويه على تري بيزد مودلز، بالتحديد هنتكلم فيها على الراندوم فورست والجريدينت بوستنج، واكيد طالما قلنا التري هنتكلم بالتفصيل شويتين على الديسيجن تري. كمان هنتكلم بالتفصيل شويه على الموديل هايبر بارامتر تيونينج، وهنعرف ازاي نطلع احسن هايبر بارامترز او احسن فيرجن من الموديل بتاعنا. هنتكلم كمان على الموديل انتربريتيشن، ونحاول نفهم الموديل بتاعنا ده بيطلع البريدكشنز بتاعته على اساس ايه. واخيرا هنتكلم على السكند تير اي بي اي، ونحاول نفهم ازاي الاي بي اي ده شغال وبنتعامل معاه ازاي. هنتكلم فيها على البايب لاينز، وهنعرف قد ايه الكونسبت ده مهم. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول، ونروح للجزء الثاني هنشوف براكتيكال يوز كيس نحاول نطبق فيها الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الجزء الاول. هسيب لكم في الديسكريبشن اي ماتيريال هنستخدمها في الفيديو واي لينكات هنتكلم عليها، وعلشان ما نطولش فخلونا نبدا على السريع. طيب نبدا باول حاجه معانا، وهي الداتا بري بروسيسنج. وانا في الحقيقه مش طار في الجزء ده لانه هو ارض الشرح في فيديوهنا قبل كده، فانت ممكن ترجع لهم تبص عليه. انا بس اكد على كام حاجه مهمه هنا قبل ما نبدا شغل الموديلنج بتاعنا، لانه انا نجاح الموديل بتاعك في انه طلع ريزلتس كويسه ومعتمد بشكل كبير على ان الفيز دي تتم بشكل كويس. طيب ايه الستبس الموجوده معانا في الفيز دي؟ انا جايب 5 ستبس الحقيقه، ومش لازم تلاقيهم بنفس الترتيب اللي انا جايبه ده، وكمان مش لازم تلاقيهم بنفس النيمنج اللي انا كاتبه ده برضه، وهتفهم انا قصدي ايه بالظبط واحنا بنتكلم عليه. نبدا باول ستب معانا كده، وهي الداتا كواليتي اسسمنت. الستب دي انت بتعدي على الداتا كده على السريع، بتشيك على الكواليتي بتاعت الداتا عندك، بتشوف كده عدد النول فاليوز اللي موجوده عندك، هل هي كبيره بالنسبه للداتا ولا قليله، بتشوف كده عدد الدوبليكيتس اللي عندك، شوف الكولمز اللي عندك هل فيها كولمز ضربه محتاجه تستعدل بعد كده ولا، بس بتشيك على الكواليتي بتاعت الداتا عندك كده على السريع. طيب خلصت الكواليتي تشيك بتاعك بشكل كويس، تدخل بعد كده بقى على جزء الكلين. وانا في الحقيقه مش هتكلم في الكلين لان زي ما قلت لك هو ورد الشرح في فيديو قبل كده، فانت ارجع. انا بس هاكد عليك على حاجه هنا، وانت بتتعامل مع النول فاليوز، لو عدد النول فاليوز اللي موجود عندك في الداتا كبير نسبيا، فانت مش الحل الامثل هنا انك تضرب النول فاليوز دي على طول، لان انت كده هتكون خسرت جزء كبير من الداتا اللي معاك، وانت محتاج كل الداتا اللي معاك على قد ما تقدر. بعد كده بتدخل على جزء الاناليسز، وفي الستيب دي انت بتحاول تفهم الداتا بتاعتك بشكل كويس، فاهم طبيعه الكولمز اللي موجوده عندك، طبيعه الفاليوز اللي الكولمز دي بتشيلها، تفهم الكورليشن ما بين الفيتشرز دي وبعضها، تفهم الكورليشن ما بين الفيتشرز دي وما بين التارجت كولم بتاعك اللي انت عايز تبريدكت اصلا. فخد وقتك كويس في الستيب دي، لان انت هتطلع منها بكميه حاجات هتفيدك بعد كده في جزء الموديل، انك تختار مثلا الفيتشرز الاهم بالنسبه للموديل اللي يقدر يبريدكت بيها الفاليو بتاعتك وهكذا يعني. طيب تمام زي الفل. دلوقتي انت خلاص خلصت الاناليسيس بتاعك بشكل كويس، وفهمت الداتا بتتكلم عليه، وفهمت التفاصيل بتاعتها بشكل كويس يعني. ندخل دلوقتي على الترانسفورميشن ستيب، والحقيقه الستيب دي بيحصل فيها ترانسفورميشنز كتير. من ضمن الترانسفورميشنز اللي بتحصل عندك مثلا ان انت يكون عندك فيتشر فيها كاتيجوريكال فاليوز مثلا، زي مثلا اسامي مدن مختلفه، وانت بتعمل شغل الاناليسيس بتاعك لاحظت ان في 5 مدن من ال 30 مدينه دول بيمثلوا تقريبا 99% من الداتا او حتى اكتر من كده، وال 25 مدينه الباقيين بيمثلوا ال 1% الباقيين من الداتا دي، فانت محتاج تهندل الحوار ده. طب ليه احنا محتاجين نهندل حاجه زي كده؟ ما كنا نسيب ال 25 مدينه دول وخلاص موجودين زي ما هم كده، مش تفرق معانا في حاجه. هتعرف كمان شويه في الانكودنج، في جزء الانكودنج هتعرف ليه احنا محتاجين نهندل حاجه زي دي. طيب تمام زي الفل. من ضمن برضو الترانسفورميشنز اللي بتعمل معانا هي السكيلنج والنورماليزيشن. وانا افترض انك رجعت الفيديوهات اللي فاتت وعرفت ازاي السكيلنج والنورماليزيشن ده بيتم، بس انا المهم عندي دلوقتي انك تعرف ان السكيلنج والنورماليزيشن ده مهم للديستانس بيزد مودلز، وهتعرف بعد شويه لما ندخل في المودل سيلكشن والتري بيزد مودلز بالتحديد ان التري بيزد مودلز ما بتاثرش قوي بحته السكيلنج والنورماليزيشن، وده بالتفصيل هنعرفه وقتها. وقبل ما ندخل على الانكودنج، ممكن كمان يكون عندك نوع من الترانسفورميشنز اللي بيحصل عندك ان انت يكون عندك فيتشر مثلا فيها معلومات كتير، تقدر تطلع من الفيتشر دي معلومات زياده، تطلع فيتشرز زياده منها اقصد يعني، زي مثلا انت يكون عندك وصف المدينه كامل. بما اننا بنتكلم على المدن مثلا، انت يكون عندك رقم الشارع، رقم الحي، اسم الشارع، اسم الحي، اسم المقاطعه اللي انت فيها، اسم المدينه بالكامل، انت الفيتشر دي انت تقدر تطلع بيها معلومات بكل حاجه من دول. الفيتشرز الزياده دي ممكن تفيد الموديل بتاعك بعد كده. الترانسفورميشنز اللي بتحصل كمان عندك وهي الانكودنج، وانا بصراحه مش هدخل في تفاصيل شويه في الحته دي، ان انا زي ما قلت لك اتشرحت في الفيديو قبل كده فحاول ترجع. بس باختصار احنا ليه بنحتاج نعمل الانكودنج ده؟ تخيل معايا الصوره اللي قدامك دي، دول تو كولمز عندك في الداتا بتاعتك شايلين قيم نصيه بالشكل اللي انت شايفه ده. بعض المودلز وانت بتترين على الداتا بتاعتك ما تقدرش تتعامل مع القيم النصيه دي، فهمش الارقام، محتاجين نلاقي طريقه نكونفرت بيها القيم النصيه دي لارقام المودل بعد كده يقدر يفهم. من اشهر الحاجات اللي بتستعمل في الانكودنج هنا هي الليبل انكودنج. الليبل انكودنج بيعمل ايه باختصار؟ تخيل مثلا احنا عايزين انكود الكولم بتاع الكالر ده. الليبل انكودنج هنا بيعمل ايه؟ هو بيروح على كل قيمه من دول وبيأساين ليها رقم يمثل القيمه دي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الريد هنا مثلا هيروح يديله قيمه زي، البلاك هيروح يديله قيمه 1، اليلو هيديله قيمه 2 وهكذا. الريد مثلا اتكرر قبل كده فهيديله نفس القيمه اللي خدها قبل.
فانت كده بدل ما كان عندك الكولوم قيم نفسيه كده بقى عندك ارقام بالشكل ده. لو خدت بالك في الفرق ما بين الصورتين دول هتلاقي ان الانكودنج نفسه هو اللي متغير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ريد انا واخد 0 مثلا، انا واخد 3، هنا اللي واخد 4، هنا واخد 2. طب هل في فرق ما بين الانكودنج في الصورتين دول؟ يحل الفرق هنا في الامبلمنتيشن بس. هتعرف ان الامبلمنتيشن هنا في الصوره دي تم عن طريق الفاكتورايز كلاس ميثود من البندس، وهنا تم عن طريق الليبل انكودر كلاس بتاع الساكت لاب. ولو ركزت اكتر هنا هتعرف ان الانكودنج تم عن طريق ترتيب الظهور بتاع القيم دي. بمعنى ان ريد ظهرت اول حاجه فهتاخد قيمه 0، بلاك ظهرت بعدها فتاخد قيمه 1، يلو بعديها فتاخد قيمه 2 وهكذا. في حين ان الليبل انكودر بتاع السيركت لير الانكودنج بتاعه بيتم عن طريق الالفابيتك اوردر. بمعنى ان البلاك الالفابيتك اوردر بتاعه قبل الريد فياخد قيمه قبل الريد، يلو بعدهم الاثنين فياخد قيمه بعدهم الاثنين، وده الامبلمنتيشن بتاع الاثنين بنفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه. دي الفاكتورايز كلاس ميثود بتاعه البندر، بتبص لها الكولم اللي انت عايز تعمله انكودنج وبيطلع لك الريزلت اللي انت شفتها فوق دي. نفس النظام هنا، الليبل انكودر بتاع الساكت لين بتبص له برده الكولم اللي انت عايز تعمله انكودنج وهيطلع لك الريزلت. محتاج بس تاخد بالك من حاجه هنا، وهو ان الليبل انكودنج اوقات بيمس ليد الموديل بتاعه. بمعنى ايه؟ انت لو جيت بصيت على الداتا اللي هو عمل لها انكودنج دي هتلاقي ان هو ادى للريد قيمه 3 وادى للبلاك قيمه 1 وهكذا. هل ده معناه ان الريد اعلى من البلاك في حاجه؟ فهو هنا كده كانه فرض حته الاوردرنج ده. انت محتاج تاخد بالك من حاجه زي دي، لان الموديل هو بيترين على الداتا دي هيضيف مور ويت للقيمه دي اكتر من القيمه دي، منطقي لان دي 3 ودي 1. فانت محتاج تاخد بالك من حاجه زي دي، وان دي مشكله من ضمن المشاكل الموجوده في الليبل انكودنج. بلس كمان ان انت في الليبل انكودنج ما تقدرش تعمل ليبل انكودنج على كذا كولوم، وهسيب لك لينك في الاخر في مشاكل غير المشكلتين دول. طب هل دي الطريقه الوحيده اللي احنا نقدر نعمل بيها انكودنج على الداتا عندنا؟ الحقيقه لا، ان انت عندك اكتر من طريقه تقدر تعمل بيها انكودنج على الداتا. من ضمن الطرق الثانيه الموجوده هو الوان هوت انكودر. الوان هوت انكودر ده باختصار بيتكلم عليه ان انت بتعدي على الكلاسز اللي موجوده عندك في الفيتشر وبتفصلها بشكل كولمز كارف، وتقسم فاليو واحد عند كل رو بيماتش الكلاس ده، تقسم فاليو زيرو عند كل رو مش بيماتش الكلاس ده. طب ايه الكلام ده معناه ايه؟ تعال بص على الصوره اللي تحت دي كده، هتلاقي ان هو فصل الكلاس اللي اسمه ابل ده في كولم جديد لوحده، واداله فاليو واحد عند الرو الاول والرو الاخير، واداله فاليو زيرو عند الرو الثاني والرو الثاني. نفس الكلام عمله مع باقي الكلاسز الباقي. طب ايه الفرق ما بين الصورتين دول؟ نفس الكلام مع الليبل انكودنج. الامبلمنتيشن هنا باستخدام البندس، والامبلمنتيشن هنا باستخدام الساكت لير. انا استخدم الجيت دامس فانكشن بتاعه البندس ريتيرن الداتا فريم بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنا استخدم الوان هوت انكودر كلاس بتاع الساكت لير ريتيرن سبارس ماتريكس بالشكل اللي انت شايفه ده، وده الامبلمنتيشن بتاعه. انت لو عايز ريتيرن الكلاسز اللي بتكورسبوند للكولمز اللي موجوده عندك دي بتريترنها بالشكل اللي انت شايفه ده. الفرق معانا في ايه الانكودنج ده عن الليبل انكودنج؟ لا الحقيقه هو فرق كتير معايا. الاوردرنج اللي كان بيفرضها الليبل انكودنج خلاص ما بقتش موجوده عندك هنا، وهنا بيقسم فاليو واحد للكلاس وباقي الكلاس بيقسم ليها بزيرو. على عكس الليبل انكودنج كان بيقسم فاليو مش شرط تكون هي الواحد او الزيرو. بس خلي بالك ان النوع ده من الانكودنج هيعمل معانا مشكله كبيره بعد كده، وهي حته الدايمنشناليتي بتاعه الداتا. لو لاحظت ان احنا كان عندنا 3 يونيك كلاسز في الفيتشر بتاعتنا ففصلهم ل3 كولم، تخيل مثلا ان انت عندك اكتر من 20 يونيك كلاس الوقت ده يفصلهم لاكتر من 20 كولم، تخيل بقى الدايمنشناليتي وقتها تبقى عامله ازاي، الكومبلكس بتاعه الموديل بعد كده هتبقى عامله ازاي. لو تفتكر معايا المثال اللي كنا بنتكلم فيه من شويه بتاع الموديل اللي فيه 5 مدن بيمثلوا 99% من الداتا وباقي 25 مدينه بيمثلوا 1% الباقيه، كنا قلنا وقتها ان حله المناسب ان احنا نكون بين ال 25 مدينه دول كلاس جديد ونسميه أزر مثلا، علشان لما نيجي نعمل خطوه زي الانكودنج دي ما يفرضش معانا 30 كلاس دول في 30 كولم، لو وقتها نفرض 6 كلاسز دول في 6 كولمز بس. طب احنا عمالين نتكلم على الامبلمنتيشن بتاع البندس والامبلمنتيشن بتاع السكت، احنا هنستخدم مين فيهم بالظبط؟ هتلاقينا عامل لك مقارنه صغيره كده ما بين ان احنا نستخدم الفانكشنز بتاعه البندس وبين ان احنا نستخدم ما بين ان احنا نستخدم الكلاسز بتاعت الساكت لير. طيب تمام كده زي الفل، نتكلم بقى على اخر ستيب معانا وهي الديتا ريدكشن. انت خلاص بعد ما عملت الترانسفورميشنز اللي انت محتاجها والكليننج اللي انت محتاجه وكل الاناليسز اللي انت عملته فوق ده، هتيجي بعد كده بقى تضرب الكولمز اللي ملهاش لازمه عشان تدخل الموديل جاهزه كده ومظبطه. من ضمن الكولمز اللي انت هتشيلها دي اللي انت كنت شغال عليها في الانكودنج، مش الناتجه من الانكودنج لا، اللي انت كنت شغال عليها. نبدا نتكلم بقى على المودلز والمودل سيلكشن، ونعرف ازاي هنختار الموديل المناسب لليوز كيس بتاعك. بس مبدئيا انت قبل ما تبدا تختار الموديل اللي انت هتشتغل عليه انت الاول بتحدد المشكله اللي انت هتحاول تحلها. فتعال نبص كده على اهم المشاكل اللي الماشين ليرنينج بيحاول يحلها. دول كده اهم 4 مشاكل اللي الماشين ليرنينج بيحاول يحلها. دي عندك الريجريشن والكلاسيفيكيشن والكلاسترنج والدايمنشناليتي ريدكشن. اول اثنين دول الكلاسيفيكيشن والريجريشن دول بيقعوا تحت كاتيجوري بيسموها السوبرفايزد ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج ببساطه ان انت بتبقى عندك معرفه مسبقه بشكل الاوتبوت بتاعك اللي انت عايز تتوقعه، على عكس الان سوبرفايزد ليرنينج اللي هو الكلاسترنج والدايمنشناليتي ريدكشن. وده الحقيقه احنا مش هنتكلم عليه، احنا هنتكلم على السوبرفايزد ليرنينج، وبالتحديد هنتكلم فيه على الريجريشن. وفي الريجريشن انت بتحاول تتوقع سعر حاجه، سعر منتج معين مثلا، سعر بيت، على عكس الكلاسيفيكيشن انت بتحاول تتوقع كلاس معين، اشتري المنتج ده ولا لا.
اليوزر ده هيكليك على الاد ده ولا لا، وهكذا من الامثله. يعني لو جيت بصيت على الريجريشن هنا كده هتلاقي في كذا موديل موجودين في الصوره اللي قدامك دي. انت مثلا عندك السبورت فيكتور ريجريسور، هتلاقي عندك الانسامبل ريجريسور اللي منها الراندوم فورست زي ما هنشوف كمان شويه، هتلاقي عندك اللاس والالاستيك نت والريج ريجريشن وغيرها من المودلز لسه هنشوفها كمان شويه. انت في البدايه زي ما اتفقنا انت بتحاول تحدد المشكله اللي انت بتحاول تحلها، هل انت هتشتغل ريجريشن ولا كلاسيفيكيشن ولا كلاسترنج حاجات سوبرفايزد اصلا، لان على اساس التايب بتاع المشكله اللي انت بتحاول تحلها هتحدد على اساس نوعيه المودلز اللي انت تقدر تستخدمها. طيب تعالوا كده نشوف زاويه ثانيه لنفس الصوره دي يكون فيها تفصيل شويه عن المودلز. نفس التقسيمه اللي اتكلمنا عليها من شويه تلاقيها متقسمه لسوبرفايزد وان سوبرفايزد، واحنا زي ما قلنا احنا مش هنتكلم في الفيديو ده عن الان سوبرفايزد. تعالوا كده نبص على السوبرفايزد ونشوف ايه الحاجات الموجوده معانا في الكاتيجوري دي. هتلاقي عندك هنا كده هو مقسمها لينير مودلز وتري بيز مودلز. تري بيز مودلز اللي هي مبنيه على ديسيجن تري. يعني لو جيت بصيت على اللينير مودلز هتلاقي عندك الحاجات المشهوره اللينير ريجريشن اللوجيستيك ريجريشن والريج وغيرهم يعني من المودلز. هتلاقي كمان هنا ان هو عامل مقارنه ما بين المزايا والعيوب لكل مودل. انت ضروري تبص على الحاجات دي وتحاول تفهم المودل ده ايه المشاكل بتاعته وايه المزايا بتاعته، لان ده بشكل كبير هيحدد اذا كنت هتروح للمودل ده ولا لا. بصينا مثلا على الديسيجن تري هتلاقي من ضمن المشاكل بتاعتها ان هي بتميل ان هي اوفر فيت على الداتا اللي عندك، وهنشوف بعدين ازاي هنحل المشكله دي. هتلاقي برضو المشكله دي مشتركه مع الجريدينت بوستنج ريجريس، وبرضو لما نيجي لوقتها هنعرف ازاي هنتعامل مع المشكله دي. برضو هتلاقي عندك هنا كولم كده بالابلكيشنز الموجوده او اليوز كيسز اللي تقدر تستخدم فيها المودلز دي، حاول ترجع لها وتبص عليها لان ده كمان هيساعدك وانت بتختار المودل بتاعك. طيب احنا هنتكلم على ايه في المودلز الموجوده دي؟ احنا هنتكلم بالتفصيل شويه على ديسيجن تري وراندوم فورست والجريدينت بوست. فتعالوا كده نتكلم بالتفصيل شويه على تري بيزد مودلز دي ونشوف ايه دنيتها. نبدا باول حاجه معانا وهي الديسيجن تري. ده كده شكل الديسيجن تري، عباره عن شويه اسئله انت بتسالها علشان توصل لقرار معين في الاخر، ومن هنا جت التسميه بالديسيجن تري او بشجره القرار، وهي بتحكي الطريقه اللي الشخص بياخد بيها القرار بتاعه بناء على شويه اسئله هو بيسالها، وبناء على الاجابات اللي بتجيله من الاسئله دي بيوصل لقرار معين في الاخر. ومش هتستغرب لما تعرف ان النموذج ده موجود من الستينات تقريبا في دراسات كانوا بيعملوها في السيكولوجي وغيرها من العلوم. تعالوا نبص كده على المثال اللي في التري اللي قدامنا دي. انت ربنا كرمك مثلا وقدمت في شغلانه وجالك اوفر مثلا من الشغل اللي انت قدمت عليه ده، جالك اوفر مثلا بسالري معين وعايز تعرف اذا كنت انت هتقبل الاوفر ده ولا لا. انت بتبدا تسال شويه اسئله كده وبناء على الاجابات اللي هتجاوبها على الاسئله دي هتحدد في الاخر اذا كنت انت هتكسبت الاوفر ده ولا هتديكلاين الاوفر ده. انت اول حاجه مثلا بتبص عليها انت بتشوف الاوفر اللي جاي لك ده السالري بتاعه اقل من 10000 ولا اكبر من 10000. لو اقل من 10000 مثلا انت هترفض على طول، مش هتضيع وقت بقى تحسب حسابات ثانيه. ولو اكبر من 10000 بتدخل بقى في حسابات ثانيه تشوف مثلا هل الشغل ده ريموتلي ولا لا. لو ريموتلي على طول مثلا هتكسب، انت شايف ان هو مناسب ليك انك تشتغل ريموتلي بالسالري اللي جاي لك فوق ال 10000. لو مش ريموتلي فانت تبدا بقى تحسب حسابات ثانيه، هل مكان الشغل مكتب الشغل اللي انا هروحه ده هل قريب مني ولا بعيد عني، هل هيكلفني مثلا في المواصلات ولا لا، عدد ساعات الشغل، الحاجات دي كلها هتبدا بقى تسالها، وبناء عليه في الاخر هتحدد اذا كنت انت هتكسبت الاوفر ده ولا هتديكلاين الاوفر ده. طيب في التريل قدامنا دي ده مثال كده لمشكله كلاسيفيكيشن. انت بتكلاسيفاي هتكسبت الاوفر ده ولا مش هتكسبت الاوفر ده. هل هي شغاله كلاسيفيكيشن بس الديسيجن تري دي؟ لا، هي الحقيقه شغاله ريجريشن وشغاله كلاسيفيكيشن. طيب تمام، تعالوا كده نتعرف على شويه مصطلحات مهمه هتقابلنا واحنا بنتعامل مع التري. النود اللي في الاول دي كده بيسموها البيرنت نود او الروت نود. باقي النودز اللي تحت البيرنت نود دي بيسموها الانترنال نود، ما عدا النودز اللي بتبقى شايله الفاليو بتاعتك اللي انت عايز تتوقعها سواء انت شغال كلاسيفيكيشن او شغال ريجريشن، دول كده بيسموهم الليف نود. طيب في سؤال مهم هنا الحقيقه، هل ترتيب الاسئله اللي انا بسالها دي هيفرق معايا في نتيجه القرار بتاعي في الاخر؟ يعني بمعنى ايه؟ في المثال اللي قدامي ده مثلا لو انا كنت بدات السؤال في الاول خالص بهل الشغلانه دي ريموتلي ولا لا، بعد كده بدات اسال على السلام، هل النتيجه هتفرق في الاخر؟ الحقيقه هو هنعرف ان هي هتفرق معانا، وعلشان كده في كذا نوع من الديسيجن تري. فتعالوا نبص كده على انواع الديسيجن تريز ونتكلم عليهم بالتفصيل شويه. طيب زي ما قلنا ان الطريقه اللي هنعمل بيها سبليت للنودز دي ترتيب الاسئله فيها بيفرق معانا، علشان كده احنا محتاجين نلاقي طريقه نحدد بيها احسن سبليت للتري. ففي عندنا ثلاث طرق، مش دول بس الحقيقه اللي موجودين، في طرق ثانيه كمان موجوده بس دول اللي هنتكلم عليهم يعني. والعنوان هنا الحقيقه مكتوب غلط شويه، هو المفروض ما يكونش التايبس اوف الديسيجن تريز بس، برضه كنا التايبس اوف الديسيجن تريز الجوريزمز. بس علشان ما تتلخبطش، هي التايبس اوف الديسيجن تريز بس اللي قلنا عليهم من شويه الكلاسيفيكيشن والريجريشن، انما التايبس اوف الديسيجن تريز الجوريزمز ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي اي دي 3 والسي 4.5 وغيرهم يعني. طيب تمام، طب ليه في عندنا اكتر من طريقه نقدر نحسب بيها احسن سبليت؟ لان كل طريقه من دول بتستخدم متريك معين كده بتقدر تحدد بيه اذا كان ده احسن سبليت ولا لا. فمثلا اول طريقه معانا دي وهي الاي دي 3 بتستخدم متريك كده معين اسمه الانفورميشن جيم.
وانا بصراحه مش هدخل في تفاصيل الحاجات دي شويه لان هي محتاجه شويه تجربه، محتاج نجيب امثله كده ونحللها، ودي ممكن تكون محتاجه فيديو منفصل لوحدها. بس باختصار كده الانفورميشن جين ده انت بتحسب بايه؟ انت بتعدي على كل سبليت ممكن من كل السبليتس اللي تقدر تعملها على الفيتشرز بتاعتك. بمعنى ايه؟ لو جينا مثلا في المثال اللي كنا بنتكلم فيه من شويه ده، بدل ما كنا هنمشي بالسبليت اللي احنا ماشيين بيه ده، مثلا نبدا بالسالري وبعد كده نبدا بالريموتلي وبعد كده نبدا بالاوفيس نير اور فار مثلا، لا هنمشي مثلا بالسبليت بتاع الريموتلي وبعد كده السالري وبعد كده مثلا الاوفيس او باقي الاسئله يعني، وبعدين نحسب للسبليت ده الانفورميشن جيم بتاعه. ما يهمنيش التفصيل دلوقتي بتحسبها ازاي، بس انت هتحسب رقم كده معين للسبليت دي يعني، وهتيجي تعمل سبليت ثاني وتحسب ليها نفس الانفورميشن جيم ده، هتحسب بقى كذا سبليت عندك وتقارن بقى الانفورميشن جيم بتاع كل سبليت منهم. السبليت اللي هتديك اعلى انفورميشن جين دي كده هي احسن سبليت عندك، فانت هتختار السبليت دي. وبالمناسبه كل نود من اللي اتكلمنا عليهم الانترنال نودز دول كده بيمثلوا الفيتشرز اللي عندك في الديتا عندك. بمعنى ان النود بتاعت الريموت دي اصلا فيتشر موجوده عندك في الديتا بتاعتك، وبتاخد تو فاليوز يا 0 يا 1 مثلا او يس اور نو. فانت كل نود من دولت عندك بتمثل فيتشر من الديتا، ما عدا زي ما قلنا الليف نودز دول كده اللي بيمثلوا الفاليو بتاعتك اللي انت عايز تتوقعها. طيب تمام زي الفل. نشوف الطريقه الثانيه اللي هي C4.5 دي. ده تقريبا نفس الطريقه اللي اتكلمنا عليها دلوقتي الاي دي 3 بس فيرجن اخر منها يعني. تعالوا نبص كده على اخر طريقه موجوده معانا وهي الكلاسيفيكيشن اند ريجريشن تري، ودي بتستخدم متريك تاني كده اسمه الجين امبيوريتي. نفس الموضوع في الانفورميشن جين برضه، انت بتحسب رقم هنا وكل ما الرقم ده يكون معاك صغير كل ما يكون احسن، على عكس الانفورميشن جين كل ما يكبر معاك يكون احسن ليك. طيب زي الفل. السايكت لير بقى اللي احنا هنشتغل عليها كمان شويه في الجزء البراكتيكال استخدم انهي طريقه من دول؟ استخدم الكلاسيفيكيشن اند ريجريشن تريز. وتاني خلينا ناكد ان مش دول بس الالجوريثمز الموجوده معانا. في مثلا من ضمن الحاجات الثانيه المشهوره اللي ممكن تقابلك هي الفارينس ريدكشن، دي بالتحديد بتستخدمها الديسيجن تري للتايب بتاعها من النوع ريجريشن. ونفس النظام برضو انت بتحاول تحسب افضل سبليت من السبليتس الموجوده عندك. حلو، عرفنا كده انواع الديسيجن تريز الكلاسيفيكيشن والريجريشن، وعرفنا انواع الالجوريثمز الموجوده. بس السؤال هنا، هل الديسيجن تري لوحدها كافيه وتقدر تقدم معايا كويس وتطلع نتائج كويسه؟ الحقيقه انه لا، وانه بجانب المشاكل الموجوده في الاركتكشر بتاع المودل ده ان هي بتوفر فيت او ان هي سنسيتيف للاوتلايرز مثلا، هي في حد ذاتها بيسموها ويك ليرنر ولوحدها كده مش بتأدي نتائج كويس. وعلشان كده بقى بتيجي فايدة الانسامبل مودلز والتري بيزد مودلز، ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. طيب ايه بقى موضوع التري بيزد مودلز؟ زي ممكن يكون واضح من الاسم ان دي مودلز مبنية على الديسيجن تري. بما ان احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان الديسيجن تري لوحدها ضعيفة وفيها مشاكل وبتاع، فليه ما يكونش فيه طريقة ان احنا نجمع اكتر من ديسيجن تري عشان نبني بيها مودل كويس وقوي يكون قادر ان هو يأدي كويس معايا ويطلع نتائج كويس؟ علشان كده بنتكلم على موضوع التري بيزد مودلز. وزي ما انتم شايفين في الصوره اللي قدامنا دي كده، دول الطريقتين اللي احنا نقدر نابروتش بيهم للتري بيزد مودلز. هتلاقي في عندك طريقه بارلل ان انت تقدر تستخدم المودلز دي بالتوازي مع بعض، دول كده ديسيجن تريز مختلفه بتستخدمهم بالتوازي مع بعض. وهتلاقي في طريقه ثانيه سيكوينشال ان انت بتستخدم المودلز دي بالتتابع كده بالشكل ده ورا بعض. الطريقه البارلل دي زي ما واضح كده من الاسم بيسموها الباجنج. الباجنج ده اختصار لبوت سترابنج اجريجيشن. البوت سترابنج باختصار هي الطريقه اللي انت بتسامبل بيها الداتا اللي داخله المودلز اللي عندك دي كلها الترين داتا بتاعتك الاساسيه. فانت بتسامبل التريننج داتا دي كلها وتطلع منها سامبلز كده تدخل على كل موديل من دول وتطلع لك ريزلت في الاخر، تطلع لك البريدكتد فاليو بتاعتك. السامبلنج اللي بيحصل هنا ده هو بالمناسبه هو بيتم وذ ريبليسمنت. السامبلنج اللي بيتم ده كده بيسموه البوت سترابنج. والاجريجيشن هو ان انت بتجمع الريزلتس بتاعت المودلز دي كلها، بتجمعها انك تجمعها كده خلاص. لا هو انت لو شغال مثلا كلاسيفيكيشن فانت بتختار الماجورتي فوتد فاليو من الفاليوز اللي المودلز دي طلعت. انت مثلا لو عايز تبريدكت هل اليوزر هيكليك على الاد ده ولا لا، الموديل ده هيقول لك توقع مثلا معين، هيقول لك اه اليوزر ده هيكليك على الاد. الموديل ده هيقول لك توقع ما، وليكن مثلا هيقول لك لا مش هيكليك على الاد. الموديل ده مثلا سي ان هو هيقول اه هيكليك على الاد. انت بتشوف اكتر فاليو فيهم موجوده اللي هي اه هيكليك على الاد وبعد كده بتختارها. ده كده الاجريجيشن. انت لو جمعت العمليتين دول مع بعض البوت سترابنج بلس الاجريجيشن بيسموها الباجنج. البوستنج زي ما هو واضح من الصوره كده انت برضو بتسامبل هنا، بس الفكره انت بتاخد الاوتبوت بتاع كل موديل معاك في الديتا الجديده في السامبل الجديد، وهكذا بتفضل ماشي كده وتيجي في الاخر برضو بتاجريجيت الفالوز اللي طالعه من المودلز دي. ولو انت شغال مثلا ريجريشن فانت في الحاله دي هتاخد المين فاليو بتاعه الفالوز اللي طالعه لك من المودلز دي. وزي ما انت اكيد بتفكر دلوقتي البوستنج ده هياخد وقت اكيد اكتر من الباجنج ده. طب ايه الامثله الموجوده مثلا في الباجنج ده؟ لا عندك اشهر حاجه الراندوم فورست مثلا. الامثله الموجوده في البوستنج هو الجريدينت بوستنج. وخلونا نتكلم كده على السريع على تو مودلز دول، الراندوم فورست والجريدينت بوستنج، ونشوف ايه المودلز دي بتتكلم عليها. ده كده بيبقى شكل الراندوم فورست، كل واحده من دول كده ديسيجن تري منفصل عن الثانيه. وبالمناسبه بيسموا الديسيجن تري الواحده من دول بيسموها استيميتر، يعني دي استيميتر ودي استيميتر ودي استيميتر برضه.
والاوفرول كونكشن دي او الاوفرول نتورك دي بيسموها استيميتد برضه. فالراندوم فورست موديل ده عندك برضه هو كمان استيميت. طب احنا فاهمين مصطلح الفورست ان هو كذا تري مثلا فيكونوا فورست ماشي ده منطقي، انما الراندوم دي جت منين او الراندوم نيس دي جت منين؟ جت وانت بتسامبل الداتا في البوت ستريبنج اللي كنا بنقول عليها دلوقتي. السامبلنج اللي بيتم هنا بيتم بشكل راندوم، علشان كده جت كلمه راندوم. خلاص انت فهمت يعني ايه دلوقتي الراندوم فورست بالشكل اللي انت شايفه ده. تعالوا كده نشوف الجريدينت بوستنج ونشوف مقارنه ما بينهم كده على السريع. ده كده شكل الجريدينت بوستنج اللي كنا بنتكلم عليه من دلوقتي، ان هو شغال سيكوينشال بالشكل اللي انت شايفه ده. وطالما شغال سيكوينشال فطبيعي زي ما قلنا ان هو هياخد وقت، لانه هيكون مستني الريزلت من التري دي عشان تدخل للاستيميتور اللي بعده وهكذا. مهم تبقى واخد بس بالك من السطر ده، وهو ان الراندوم فورست بيحاول يمينيمايز الفاريانس والاوفر فيتنج. يعني معنى كده ان الايرور هيقل معايا طالما الفاريانس والاوفر فيتنج اقل معايا. الحقيقه انه لا مش بالظبط، وهيبان اكتر معانا واحنا بنشوف الفاليديشن كيرف واحنا بنعدي على الكود. بس خليك فاكر النقطه دي لوقتها. يعني على عكس الراندوم فورست الجريدينت بوستنج بيحاول يمينيمايز البايس والاندر فيتنج. فبرضه خليك فاكر النقطه دي لحد ما نجيلها في الكود. طيب زي الفل، تعالوا كده نرجع لشكل الجريدينت بوستنج بتاعتنا او شكل الراندوم فورست اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. وتعالوا كده نقول شويه حاجات مهمه غالبا هنتعامل بيها مع اي ماشين ليرنينج موديل هنشتغل بيه. انت دلوقتي اخترت الموديل اللي انت هتشتغل بيه وليكن مثلا الراندوم فورست اللي قدامنا دي مثلا، واخترت الموديل ده بناء على معلومات انت عرفتها عن طبيعه الموديل ده اصلا ونوعيه المشاكل اللي هو بيحاول يحلها وطبيعه الداتا اللي هو بيشتغل عليها. بعدين جيت عملت تريل للموديل بتاعك ده وتجربه على داتا جديده اول مره يشوف وتشوف الاداء بتاع الموديل بتاعك، لقيته مطلع اداء لحد ما معقول يعني، بس انت عايز تطلع احسن من كده، عايز تطلع ريزلتس احسن من كده. فاحد الاوبشنز مثلا اللي انت بتلجأ ليها في الوقت ده ان انت بتحاول ترجع مثلا تشوف الداتا بري بروسيسنج اللي انت عملته على الداتا، هل انت عملته بالشكل الصح ولا لا، تحاول ان انت مثلا تغير في الطرق اللي انت استخدمتها. عملت مثلا انكودنج بالوان هوت انكود، قلت خلاص هجرب بقى الاوردينال انكودر وما نشوف النتائج هتطلع ايه، وجيت تجرب الموديل بعد التعديل اللي انت عملته ده لقيت تقريبا نفس النتيجه طالعه معايا او حتى احسن، بس الفرق مش ملحوظ يعني او فرق لا يوصف. وقعدت بقى تجرب كذا حاجه وتروح تشوف بقى الفاليديشن كيرف والليرنينج كيرف، فهم بقى الفاريانس والبايس عندك في الداتا، هل ده اللي مؤثر على اداء الموديل بتاعك ولا لا، وتحاول بقى تظبط الحاجات دي كلها. بس برضو انت بعد ما عملت الحاجات دي كلها لسه مش كفايه، لسه مش مديك النتائج اللي انت متوقعها. الوقت ده بقى كده بنروح للموديل بتاعنا كده ونقيه ونحاول ان احنا نغير فيه هو طبيعته شخصيا. طالما انت كده غيرت كل العوامل اللي حواليه تقريبا ولسه بيديك نفس النتيجه او بيديك نتائج اسوء كمان، فنبدا بقى نغير فيه هو شخصيا يعني. وانا اقصد ايه بانك تغير فيه هو شخصيا يعني كده على الفورست اللي قدامنا دي كده، وحاول تفهم الاركتكتشر بتاعها، لان هي متكونه من ثلاثه استيميتور زي ما قلنا عليهم، دول كده بنسميهم الاستيميتور. هتلاقي ان العمق بتاع الاستيميتور ده او التري دي الليفل بتاعه 3. هتبدا بقى ايه ان انت تحاول تغير بقى في الاركتكتشر اللي قدامك ده، زود مثلا عدد الاستيميتورز دول، تخليهم بدل ما هم 3 مثلا تخليهم 5 10 20، تغير مثلا بدل ما كان العمق بتاع التري دي هو 3 مثلا خليها مثلا 5 او 10 او 15 حتى او ايا كان. هنبدا بقى نغير في الحاجات دي ونجرب كده الموديل بعد التغييرات اللي عملناها دي، هل هيدي نتائج كويسه ولا لسه هيفضل زي ما هو. التغييرات اللي احنا عملناها دلوقتي دي واللي قلنا عليها دي اللي هو عدد الاستيميتورز والعمق بتاع التري والحاجات دي كلها، ده كده بيسموه الهايبر بارامتر. التعديل اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي ان احنا نغير الاركتكتشر بتاعه الراندوم فورست دي، ده كده بيسموه الهايبر بارامتر تيونينج. وده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، وهنعرف ازاي ان الموضوع ده بيأثر معانا جامد في اداء الموديل بتاعنا ويطلع لك احسن فيرجن من الموديل بتاعك. تعالوا كده نبص على الهايبر بارامتر تيونينج. طيب ايه بقى موضوع الهايبر بارامتر تيونينج ده؟ زي ما اتفقنا دلوقتي انت المشكله معاك ان انت مش عارف تختار احسن قيم للهايبر بارامترز دي اللي تدي لك احسن اداء للموديل بعد كده. انت عايز طريقه ما تديها الموديل بتاعك وهي تدي لك احسن هايبر بارامترز للموديل ده. ترجع لك مثلا تقول لك استخدم عدد استيميترز 30 مثلا، استخدم الكريتيريا مثلا C4.5 في الاسبليتنج، ما تعملش مثلا بوت ستريبنج للديتا بتاعتك. انت الموضوع عندك هنا بيتم باختصار ازاي؟ قال معاك ده الاسبيس بتاع الهايبر بارامترز اللي عندك. زي ما انت شايف كده الاكس اكس عندك بيمثل مثلا العمق بتاع التري، والواي اكس بيمثل عدد التريز دول، الزي اكس بيحدد الاكيورسي بتاعه الموديل بتاعك ايا كانت الكريتيريا اللي انت بتحدد على اساسها الاكيورسي. مش ده الموضوع دلوقتي، بس توضيح بسيط بس في الصوره اللي قدامكم دي. الارقام دي المفروض ما تكونش كده، الارقام دي المفروض تكون ارقام صحيحه وما بتبداش بالزيرو الهايبر بارامترز الموجوده قدامنا، بس انا بستخدم الصوره هنا لغرض التوضيح مش اكتر. انا عايزك تتخيل هنا كده التيونينج ده هيتم ازاي. انت انا عايزك تتخيل كده معايا الموضوع هيتم ازاي. هم انت هتروح كده مثلا تختار 5 عدد استيميترز مثلا ماكس ديبس مثلا ب3، وهتروح تحسب الاكيورسي بتاعه الموديل بتاعك عند الكومتين دول عند الكومباينيشن ده، وتسجل النتيجه اللي طلعت، وتروح تشوف كومباينيشن تاني وتسجل النتيجه اللي طلعت، وتروح تجرب اكتر من كومباينيشن وتسجل كل النتائج دي.
وفي الاخر هتختار احسن نتيجه من دول، وهتروح تشوف كانت بتكورسبوند لكام عدد استيميترز وبتكورسبوند لكام عدد دبس. الطريقه اللي اتكلمنا عليها دلوقتي دي طريقه اسمها الجريت سيرش، ودي طريقه من الطرق اللي احنا نقدر نعمل بيها تيوننج للهايبر بارامترز. وزي ما الاسم كده موضح، انت بتجرب كل الكومباينيشنز الموجوده في الجريد بتاعتك، بتروح تجرب بيها الموديل بتاعك عند كل كومباينيشن من دي. كده الامبلمنتيشن بتاع الطريقه دي باستخدام السايكل لير، اول حاجه بنجيب الكلاس اللي هو بتاع الجريد سيرش نفسه الاول اللي هو اسمه جريد سيرش سي في، وبعد كده بنحدد الجريد بتاعتنا، بنحدد الهايبر بارامترز اللي احنا عايزين نطلع احسن قيم ليها، وبعد كده بتبص الموديل بتاعك للجريد سيرش دي، بتبص لها البارامتر جريد اللي انت لسه مكريتها وبس، وبتعملها بعد كده بقى فيت على الداتا بتاعتك. الصوره دي مش الاوتبوت بتاع الكود اللي فوق ده، بس ده كده مثال توضيحي للطريقه دي ازاي بتشتغل. في طريقه كمان من طرق التيوننج دي اسمها الراندم سيرش، والطريقه دي ببساطه بتشتغل ازاي. حدد كده راندم فاليو للهايبر بارامتر ده من الديستريبيوشن بتاع الهايبر بارامتر ده اللي انت مبصيل للجريد بتاعه. بمعنى ايه الكلام ده؟ تعالوا نبص كده على القيم اللي موجوده للهايبر بارامتر اللي اسمه نمبر اوف استيميترز. الجريد سيرش هو بتست القيم دي، بتجرب عند كل قيمه من دول، على عكس الراندم سيرش بيجرب على قيمه من الديستريبيوشن ده كله. يعني ممكن مثلا في الراندم سيرش تلاقي انهم طلع لك عدد استيميترز 20، على الرغم ان انت مش مباص اصلا عدد 20 في الاستيميترز بتاعه. فدي الطريقه اللي شغاله بيها الراندم سيرش، ودي الطريقه اللي شغاله بيها الجريد سيرش. طيب كويس جدا، نتكلم بقى على حاجه ثانيه مهمه برضو، وهي الانتربريتيشن. والموتيف بتاع حاجه زي دي هو ان انت عايز تفهم الموديل بتاعك ده طلع البريدكشن المعينه دي على اساس ايه. فمثلا لو الموديل بتاعك بياخد القرار بناء على فيتشرز معينه في الداتا هو شايفها مهمه، بس في الحقيقه هي مش مهمه، او في فيتشرز ثانيه اكثر اهميه كان المفروض يركز عليها. ففهمك للموديل في الوقت ده هيساعدك انك تخليه يركز اكتر على الفيتشرز الثانيه الاكثر اهميه دي. علشان كده كان ضروري موضوع الانتربريتيشن ده. من صور الانتربريتيشنز مثلا لللينير مودلز هو انك تعرف الكوفيشنتس اللي الموديل ده اتعلمها للفيتشرز بتاعه الداتا بتاعه. وبنتكلم مثلا على ديسيجن تري، هو تعال الانتربريتيشن بتاعك هيكون انك ترسم التري وتحاول تفهمه. لو بنتكلم مثلا على الانسامبل مودلز زي الراندوم فورس والجريدينت بوستنج والفيرجنز الاخرى منهم الادابتيف بوستنج وغيرهم، هو تعال الانتربريتيشن بتاعك هيكون انك تطلع الفيتشر امبورتنسز بتاعه الموديل بتاعك. طيب زي الفل، نبدا نتكلم بقى على اخر حاجه معانا وهي السايكل لير اي بي اي. وانا مش هطول في الجزء ده برضو الحقيقه، وهسيبك ترجع للدوكيومنتيشن وتشوف تفاصيل اكتر، بس احنا هنتكلم كده على شويه حاجات اساسيه محتاج تكون عارفها واللي هنتعامل بيها كمان شويه في الجزء الثاني من الفيديو. دول كده ثلاث انواع من الاوبجكتس الموجوده في السايكل لير. عندك الترانسفورمرز والاستيميترز والبريدكتور. الترانسفورمرز دول باختصار اي حاجه بتعمل ترانسفورم على الداتا، بتعمل سكيلنج مثلا او بتعمل انكودنج، دول كده بيسموهم الترانسفورمر. ودول كده من وظيفتهم كده بيتموا في المرحله بتاعه الداتا بري بروسيسنج. تدخل بعد كده على الاستيميترز. الاستيميترز دول اللي هم المودلز بتوعك اللي انت بتستخدمها، وكمان زي ما هو باين من وظيفتهم بيتموا في مرحله التريننج على الداتا. بعد كده بيجي اخر حاجه معانا وهي البريدكتورز. والبريدكتورز دول بيجوا في الاخر بقى بعد ما انت تكون عملت التريننج بتاعك وتبدا بقى تتوقع النتائج اللي بيجي. تعالوا كده نشوف السيكونس ده ونشوف ازاي الخطوات بتمشي، بدايه من انك تسلكت الموديل وتقسم الداتا بتاعتك وبعد كده تعمل تريننج للموديل بتاعك. تعالوا كده نشوف الخطوات دي ماشيه ازاي. اول خطوه بتعملها هي انك بتسلكت الموديل بتاعك اللي انت هتشتغل بيه. لو هتشتغل باللينير ريجريشن موديل فانت بتروح للسايكل لير دوت لينير موديل، تختار منها الكلاس بتاع اللينير ريجريشن. او لو هتشتغل مثلا بالراندوم فورس او الجريدينت بوستنج فانت بتروح تناديهم بالطريقه دي. وخلي بالك ان انت هتلاقي هنا منادي راندوم فورس ريجريسور، لان زي ما قلت لك ان في نوعين للحاجات دي، في الكلاسيفيكيشن وفي الريجريشن. بعد كده بتبدا بقى تنستنشيت الموديل بتاعك دلوقتي، الهايبر بارامترز اللي انت عايزها، دي مثلا عدد استيميترز 400، الماكس ديبس ب 6 وغيرها بقى من الهايبر بارامترز اللي بقى. بعد كده بتبدا تقسم الداتا بتاعتك، تفصل التارجت كولم بتاعك في فيكتور لوحده، وتفصل الفيتشرز بتاعتك في ماتريكس لوحده. بعد كده بقى بتفيت الموديل بتاعك على الداتا دي، سواء انت هتستخدم الداتا اللي انت جايبها من فوق دي، او انت قسمت الداتا دي نفسها لترين وتست وبعد كده الداتا دي وهتعمل فيت للموديل بتاعك عليها. وانك تحاول تخلي الموديل بتاعك يتوقع النتائج للداتا جديده وما شافهاش قبل كده، وبيطلع لك بقى البريدكشنز اللي هو توقعها. في كونسبت مهم جدا هنقابله كتير بعد كده وهو البايب لاين. صار هو ان انت عايز تجمع كل حاجه مع بعض في مكان واحد، عايز تجمع كل العمليات اللي عايز تعملها عندك في مكان واحد، عايز تجمع شغل الداتا بري بروسيسنج اللي انت عملته، السكيلنج مع الانكودنج مثلا، مع شغل الموديلنج بتاعك، مع شغل الهايبر بارامتر تيوننج مثلا، عايز تجمع كل الكلام ده في مكان واحد. عشان كده بنلجأ لحوار البايب لاين. تقدر تستخدم الكومبينيشن ده كله كحاجه واحده بعد كده. ده كده شكل الامبلمنتيشن بتاع البايب لاين في السايكل لير. نفس الخطوات زي ما كنا بنتكلم من شويه، انت بتجيب البايب لاين كلاس ده من السايكل لير، وبعد كده بتضيف له لسته من العمليات اللي انت عايز تعملها. انا مثلا عايز اعمل حاجه اسمها برنسبال كومبوننت اناليسيس، نستخدمها علشان نقلل عدد الفيتشرز الموجوده عندنا في الداتا. وبعد كده بيحدد الاستيب اللي بعدها على طول، هو ان انت بتدخل على الموديل بعد كده، ده سبورت فيكتور كلاسيفاير.
وانت الكومباينيشن ده اللي طلع لك في الاخر ده كده هو الاستيميتور بتاع بيسموه استيميتور برضه. تقدر تعمل عليه نفس العمليات اللي بتعملها على الاستيميتورز العاديه يعني. تقدر تعمله فيت وتقدر تعمله بريدكت كمان. فبس كده زي الفل. ده كان اخر حاجه معانا في الجزء الاول من الفيديو. وانا عارف ان انت اكيد زهقان من كل الجزء النظري اللي كنا بنقوله ده، بس الكلام ده كان مهم الحقيقه وكان لازم يتقال قبل ما نبدا في الجزء الثاني. خلونا ما نطولش كتير بقى في الجزء ده ونبدا في الجزء الثاني على طول.